فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الزوجة إذا سامحت زوجها وعفت عنه قبل الوفاة بخصوص ميله لزوجته الأخرى، يقول: هل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، أو أن الله قد غفر له بعفوها؟ هذا هو الميل، يميل إلى واحدة في المحبة أكثر من غيرها، ما يستطيع العدل في المحبة. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في المحبة. أما العدل في النفقة والكسوة والمبيت والمسكن فهذا واجب عليه. هناك عدل يستطاع وهناك عدل لا يستطاع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.